تعادل الأهلي وأسوان بدون أهداف في شوط أول هادئ بدون خطورة على المرميين. هنروح لفاصل ونرجع لنجومنا الكبار نتكلم على أحداث الشوط الأول، أرجوكم انتظرونا. نرحب بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل سلبي وتقريبا مش فيهاش خطورة على الأجوان. عجولي كرات قليله، بس رغم ان الاهلي واخد الماتش بجد، يعني اللعيبه واخده في سرعات وفي مفيش بطء، مفيش ملل يعني في نقل الهجمه، انما تعرفش هل تغيير المراكز، هل كل لاعب نفس الاحساس اللي كان بيجي لي ان هو بيلعب مباراه في اخر الدوري ملهاش اي قيمه في الحسابات، يعني تحس ان الهجمه تخلص زي ما تخلص. العرضيه اللي بتتلعب مش برؤيه. أيوه. يعني عرضيه وخلاص، اللي يقابل. أيوه. يقابل بقى، يعني مفيش احساس بالميكانيزم اللي انت في اي وقت وانت قاعد كده تقول ايه احنا الخمس دقايق دول هنخلص المباراه فيهم. أيوه. النيرف هنا واضح ان النادي الاهلي واخد الحكايه بقى اخذ جد جدا يعني. أيوة. فانا حاسس اللعيبه بتادي بسرعه بس مش بالارتياحيه، خدت بالك؟ والراحه النفسيه اللي انا كنت بدور عليها، ان كل لعيب يلعب لعبه. يعني بلال قال لي مش حاسس ان في لعيبه عندها فرديات تالنت، يعني انك انت مهاره فرديه تعدي من واحد واثنين وتقدر تعمل الزياده، تعمل اسمك يا اخي، تعمل نفسك، تجيب جول حلو، تعمل خطوره. أيوه. تخلي اللي قدامك يعمل حسابك. احنا كنا لما نيجي على اي باك او اي حاجه ناخد واحده والتانيه ونعدي منه يخاف منك باللي بعدها. شويه يا كابتن بيبقى مطلوب في بعض الاوقات. يعني فاهم قصدي يا بلال؟ ما فيش البليجر او اللي يخليك انت حتى بتلعب بارتياحيه، بتستلم براحتك وال1 2 والثقه في الاداء والهات وخد، حاسس ان برده في ديلاي في التحركات. اللعيب جاي له الكوره وجنبه لعيب تاني مش عارف ان هو هيلعبها له مره واحده يروح على جول، هو مش عندوش ثقه في الحته دي. فيمكن ده اللعيبه برضو حاسه بالحكايه ملهاش طعم النهارده او حاجه زي كده، انما ده بيبقى احساس داخلي بينفع من جوه اللعيبه. اكيد كل ده هيوصل للعيبه والناس هتتكلم معاهم في الشوط جوه في حجره الملابس، وهتلاقي فيه تغيير باذن الله، وخاصه ان اسوان النهارده بتلعب كرات عرضيه ومن ناحيه اليمين ناحيه الشمال بيحاولوا يكونوا موجودين معاك، بيحاولوا يلعبوا نفس الشكل ال1 2 كده، انما ما افتكرش ان اسوان هتكمل معاك لنهايه المباراه، فهتبقى في طفره كبيره في النتيجه على ما اعتقد للنادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله. كابتن اسامه، في بعض اوقات الشوط الاول تشعر وكانها مباراه وديه. مظبوط، هو في حماس ورغبه من الفرقتين، لكن تعالى بقى للاسلوب بالنسبه للنادي الاهلي، الاسلوب الهجوم اللي هو المتنوع، يعني انت المفروض بيبقى في كرات مثلا بينيه، في كرات عرضيه، في تسديد، كل ده مفتقد، لانه انت عندك كوكا وديانج هما الاثنين اللي في عمق الملعب، هما الاثنين مش صناع لعب قوي. يعني بيلعبوا كرات، طبعا كوكا كتر خيره راجل له كتير ما بيلعبش وصغير وكده، فهو متحفظ وواقف في نص الملعب بيلعب كرات يا دوب يسلم اللي جنبه كده، وديانج بيحاول واكتر واحد بيكافح، لكن صحيح. ما عندوش اللي هي الحاجات اللي هي مجدي قفشه بيعملها، اللي ممكن واحد زي حسين الشحات يعملها، اللي هي التمريرات البينيه اللي في العمق اللي هو الوانتوهات ويخش جوه ال 18. فبالتالي طب انت مفروض تشتغل من على الاطراف، من ناحيه صحيح. وحيد وصلاح محسن او طاهر، وناحيه رامي ربيعه او طاهر، لانك انت بتلعب براسين حربه يبقى في كرات عرضيه. أيوه. حتى دي انت مفتقدها، لا وحيد بيطلع كتير عشان يعمل كرات عرضيه، ولا رامي بيحاول ولكن مفيش كرات عرضيه. نفس الشيء الاثنين اللي بيلعبوا على الاطراف اللي هم طاهر وصلاح محسن، مفروض يشتغلوا في الطرف شويه عشان يبتدوا يعملوا كرات عرضيه لشريف ومروان محسن. فانت فاقد الاسلوب الهجوم في تنوع اسلوب الهجوم، وواضح طبعا ان المركز اللي هو تحت راس الحربه مش عارف تملاه. يعني انت لعبت 4-4-2. طيب. انت مش قادر، ما هو طبيعي انك طالما بتلعب بالاسلوب ده يبقى واحد من الاثنين بتوع نص الملعب اللي هم ديانج وكوكا بيعرف يتقدم تحت الحته. مزبوط. دي ويعرف يلعب. مزبوط. الناس بيلعبوا لعب عرضي،
والحاجه الثانيه الاثنين اللي على الاطراف الجناب مظبوط يبتدوا يخشوا لجوه عشان حد يشغل الحته دي. صح. فبقيت انت محكوم ومقري لفرقه اسوان، وتقريبا الكره الوحيده اللي جت خطر اللي هي عدت لشريف وجت من فوق راسه اللي اتلعبت بالعرض من اليمين ورجعت وشريف عدت من فوق راسه، وواحده عرضيه بالنسبه لاسوان اللي هي عمرو الحلواني عملها من ناحيه الشمال وكانت مشتركه بين وحيد والراس الحربه بتاعهم او تقريبا الصغير. فما فيش خطوره على المرميين. صحيح. النادي الاهلي مستحوذ ولكن مفروض ينوع في اسلوب الهجوم بتاعه. صحيح. كابتن عادل رايك في الشوط الاول؟ واضح ان اللعيبه مشتاقه للاجازه، دي حقيقه، يعني عاوزين ياخدوا اجازه مبكره او بيفكروا في الاجازات، يعني انا ما عجبنيش الا ديانج اكتر واحد جري. صحيح. ليه؟ حاسس ان هو بيأدي في اي وقت وفي اي ظروف. واخد الامور كلها بجديه. يعني سماته وصفاته كده، يمكن انا كوكا لاعب صغير الكابتن اسامه اتكلم عليه، لكن كنت اتمنى انه يبقى شرس قوي. فرصه جات له. يعني يمكن الاثنين الصغيرين اللي في الملعب مصطفى شوبير وكوكا يمكن الاثنين المفترض ان هم لازم يثبتوا نفسهم النهارده كويس. كوكا النهارده مفترض يشتغل اكتر من كده، يعني يبقى عنده جراءه اكتر من كده. الحته الثانيه النادي الاهلي في النص الفرود بيبقى عنده خطوره، بس الخطوره الفرديه اللي هي بتاعت الفراوده، بس اللي هي بتاعت الفراوده، اربع فراوده قدام بينتشروا بأيهما بيقف في اي مكان، يمكن طاهر بس الوحيد اللي واخد سمات الطرف، ولكن الثلاثه الباقيين بيشتغلوا مع بعض بلا مركزيه. فالكره لما بتروح لهم هناك ما بحسش ان هي رايحه مؤسسه، يعني منضبطه. مفتقدين صانع اللعب النهارده؟ طبعا. ده النهارده لو قفشه مع الثلاثه الفراوده دول وقفشه موجود كان وداهم على الجون كل مره. طبعا. احنا عندنا حته يمكن قفشه من اللعيبه اللي عمل همزه الوصل ما بين الملعب كله، مش من النص والهجوم، لا كمان تنظيمه في وسط الملعب احيانا بتلاقيه بينزل. قفشه بقى من افضل اللاعبين اللي بيخلي اللعيبه في عندها افضليه، خلي بالك من دي يا كابتن ايمن، دي مهمه جدا. يعني النهارده ديانج وكوكا موتوا نفسهم في الجري، ولكن قفشه كان ممكن يديهم الباص لقدام، يعني مفتقدينها يعني. صحيح. كابتن بلال بالرغم من الاستحواذ انما افتقدنا الفعاليه الهجوميه وقلت الخطوره جدا على المرمى، وزي ما قال الكابتن اسامه افتقدنا العرضيات. يعني انت في وجود راسين حربه تلعب بيهم من بدايه المباراه مروان محسن ومحمد شريف، على الاقل هيبقى فيه تمريرات بينيه او وجود راسين الحربه دول مستنيين العرضيات من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال. احنا اعتقد الشوط الاولاني مفيش اوفر اترفع، هو اوفر واحد متهيألي بس اترفع من هنشيل. بص خلينا نقول زي ما قالوا الكباتن، يعني يعني واضح تاثير الدوري ونهايه الدوري على اللعيبه داخل الملعب، وده شيء طبيعي يعني. تمام. برغم ان في بعض من الحماس موجود مع في بعض اللعيبه، لكن التشكيل وانك بتكتشف بعض اللعيبه او مريح بعض اللعيبه ده مأثر برضه على الاداء. انت بطبيعه الحال بتلعب 4 4 2، يعني لو احنا بنركب اللعيبه في الملعب بتلعب 4 4 2، صلاح محسن وطاهر محمد طاهر بيلعبوا 2 وينجرز، تمام، عندك 2 فراوده مروان محسن ومحمد شريف 2 فراوده ثابتين، فانت عشان تشتغل بالطريقه اللي انت عايزها ده يا كابتن ايمن، الاثنين اللي موجودين على الطرف مش الاثنين اللي بيعملوا الكرات العرضيه، صعب. أيوة. انت محتاج الشغل يبقى من تحت. من تحت، من عند رام ربيعه ومحمود وحيد، دول هم دول الاثنين اللي يقدروا انه يوصلوا الكرات العرضيه للاثنين الفراوده بتوع النادي الاهلي، ودي مش موجوده كتير بحكم برضه خد بالك التغييرات الكتيره في الملعب. انت ساعات تبقى محتاج لعيبه بتلعب مع بعضها كتير عشان يبقى في ماتشنج كده، لعيبه بتعرف تلعب مع بعضها، حافظه بعض، حافظه طريقه لعبها. صلاح محسن مع وحيد، ربيعه مع طاهر، حاجات ما شفناهاش كتير قبل كده. عشان كده ممكن يكون في شويه يعني لخبطه شويه في الاداء، يعني انت بتبقى محتاج اللعيبه وهي بتلعب مع بعضها بتبقى حافظه كمان. أيوة. بالاضافه للنقطه اللي انت سالت فيها كابتن عادل، البلاي ميكر لما يبقى عندك تيم زي ده بالتشكيل ده، انت بقى مش محتاج اثنين باكين يشتغلوا، انت محتاج واحد بلاي ميكر يشغل اللعيبه اللي موجوده. انت عندك اربع لعيبه عندهم مهام او صفات السنتر فيرول، فانت بتبقى محتاج في الحته دي بلاي ميكر. ممكن يبقى يتم الاستغناء عن واحد من نص ملعب او واحد من السنتر باكس وتلعب بواحد بتلعب بلاي ميكر، تنزل بلاي ميكر عشان يقدر يخلق لك الفرص يعني. صحيح. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.